نبغى نعمل بالآية القرآنية. إيش اللي يحدث؟ أول شيء عندما نقرأ هذه الآية القرآنية، يعني على سبيل المثال إنسان فتحنا المصحف وقرأنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. طيب أول شيء نحتاج يا أحبة يقولون التأمل النفسي، يعني أن الواحد فينا لما يقرأ الآية القرآنية يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يخاطبه، يعني وتأخذ الهداية من الآية القرآنية الحمد لله رب العالمين، يعني تفسيرها واضح ومعروف. لأنه طبعا من المهم جدا يعني التفسير أن يعود لأهل الاختصاص والتخصص معنى الآية القرآنية، لأنه للأسف الشديد أن البعض يعني يبدأ الآية يقوم بتفسيرها وكأنه يعني يشعر أنه في اللغة وفي الفصاحة صار مثل عبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، وهذا طبعا يستحيل. أولئك الصحابة رضي الله عليهم تربوا على رسول الله، فعندما قاموا بتفسير الآية أي معنى الآية، فمعنى الآية غير أخذ الهداية من الآية القرآنية. أنا لا أتكلم على أخذ الهداية من الآية القرآنية. طب أنت عرفت المعنى مباشرة، استشعر أن الله يخاطبك في الآية، وخلي عندك يعني الدخول على الآية القرآنية بقلب محب،